نقابة الاتحاد الوطني للشغل لا للزيادة في البوطة. عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل عن رفضها أي زيادة في ثمن قرارات البوطة الموجهة للاستعمال المنزلي، التي من المرتقب أن تعرف زيادة مقدارها 10 دراهم ابتداء من شهر أبريل المقبل. وحذر الاتحاد النقابي في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني بالمقر المركزي بالرباط من تبعات التعامل مع المطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر، مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بل يجب تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.